السلام عليكم وأهلا وسهلا بيك. أول حاجة خلونا نترحموا على أرواح الناس اللي جوهم جثث في الأبيار، وثاني حاجة يا جماعة الخير لقد بلغ سيل الزبا من الأخير بك الجبل زبط. يعني مش معقولة وصلنا للمرحلة هذه وما زلنا في نفس الوقت دايرين أرواحنا حول، وما زلنا نقولوا على أساس إن هذوما جيش. فيا جماعة الخير أرجوكم رجاء خاص نبيكم تفرجوا على الفيديو هذا، وفي نفس الوقت سامحوني على الكلام اللي يقولوا فيه لأنهم هذوما اللي أنتم تشوفوا فيهم جيش. الفيديو اللي شفناه توا كان واحد من افراد الجيش على اساس من افراد الجيش، وشفنا اسلوبه وسامحوني واجد على الاسلوب اللي استخدم فيه، بس الله غالب هذا الواقع، هذا اللي عندك. شنو نجيب لك جيش من اليابان؟ هذا اللي انتوا تقولوا عليه جيش، ولدرجه انكم وصلتونا لمرحله كرهتونا حتى في كلمه جيش. يعني الواحد قعد لما ينتقد كلمه جيش معناه عدي يا اخواني يا داعش يا مش عارف. خلاص يا جماعه الخير لكم، والله ما انكم فاطنين، انكم خاشين على 2018. يعني خلاص لكم 4 سنين اجدرتوا، ما درتوا شيء، ما درتوا غير لي تتخنقوا تتدرى الكبد. اجدرتوا ايش اللي ما درتوه؟ قصدي مش اجدرتوا، ايش اللي ما درتوه؟ شياب كبار قتلتوهم، عزيز كبار قتلتوهم، اطفال صغار قتلتوهم، هذا كله بحجه شنو؟ بحجه انكم تحاربوا في الارهاب. اي ارهاب؟ راجعوا انفسكم وشوفوا من على من تطلق كلمه ارهاب. شوفوا من اللي يرهب في الناس، شوفوا من اللي عنده سجون سريه، شوفوا من اللي يختال من غير حق، شوفوا من اللي يحرق في الجثث، وشوفوا من اللي يقتل في العيال ويقتل في النساء. يعني خلاص يا جماعه الخير، العمليه قعدت واضحه فوق من هذا كله. ماسك لي دربوكتك وبنديرك وتقول لي لا هذوما على حق وانت اللي على باطل. انا والله زعلان واجد من اللي صار في الابيار، يعني والله يعني ماساه بمعنى الاصح. وبحكم اني انا احد الناس اللي كنت مواليين لعمليه الكرامه وسندتها من الاول، فكانوا وقتها يسألوا فيها يقولوا لي ليش هيما انت قاعد تساند في عملية الكرامة؟ كان عندي يعني اسباب او اهداف كنت انا نجاوب بيهن. يعني كان السبب اللي نقول فيه انه يا جماعة الخير نحن نبو جيش، ليبيا محتاجة جيش، هذا كان السبب الاول. يعني كان خطرنا نبو جيش، ما فيش ديبي ما يبي جيش، بس مش الجيش هذا، هذا مش جيش، هذا ما سياح. شفت اسلوبهم وشفت يعني نعرفوهم نحن في الاخير، بك مناش عاد من كوكب اخر، هذا نعرفوهم عاد، نحن عرب بلاد وعارفين هذا ما سياح، والله ما مجيش. كنت اصحابها هيك يا رب من الاول، ما جيت شرب ولا تعاملتهم، هذا ما شل تسكتين وسكاره وحشاشه. المهم شنو تبي هي ما نبي جيش باي؟ شنو مطلبك الثاني؟ ما كان مطلبي الثاني ان يا جماعه الخير نفتكوا من قصه الميليشيات ونفكوا الدروع ونفكوا انصار الشريعه. باي هي ما هل انت شايف تو اننا نفكن بعد 4 سنين؟ لا والله ما نفكت حاجه. اوكي هم تريحنا من انصار الشريعه والدروع نفكن، بس طلعنا اخرى كتيب، اخرى مسميات، اخرى مش عارف قاعدين داير لي كتيبه، ابو الغيب داير لي كتيبه، مش عارف المداخله دايرين كتيبه، عاد الحول دايرين كتيبه، عاد مش عارف بن دايرين كتيبه، تغير الاسماء بس كان فلان تغير قعد علن. باقي المطلب الثالث شنو يا هيما؟ المطلب الثالث كنا نبو نفتكوا من الاغتيالات اللي سيرت في بنغازي. يعني كان يعني تقدر تقول هذا من اهم الاسباب وقتها. خلينا نحكوا بركاحه، خلينا نحكوا يعني بهدوء شويه. هل انت شايف ان الاغتيالات في بنغازي انتهن؟ تصدق نقول لك حاجه، الاغتيالات اللي قبل ما تطلع عمليه الكرامه اقل من الاغتيالات اللي صارن بعد عمليه الكرامه. تصدق بنغازي شبه يومي يلقوا في ناس مكتولين وطوحين في الشوارع، اللي ماني عارف في شارع الزيت، اللي ماني عارف في شارع الصفصفه، اللي ماني عارف في شارع مش عارف شنو، 3 4 5 12 جثه. وعادي المشكله والمصيبه ان عادي الناس معاش عندها معاش، خلاص عادي نورمال. اوكي عادي اغتيالات هذوما ارهابيين دواعش اخوان، غير بالراحه. بس انت اللي ما يجيش على كيفك واللي ما يجيش على مزاجك على طول تهمته جاهزه انه داعشي، برغم ان احنا عارفين من هو اللي تعامل مع داعش.
عارفين من هو الوجه الثاني داعش، عارفين من هو اللي طلع داعش من دارنا وهربهم، عارفين من هو اللي هرب داعش من بنغازي. فلذلك خلاص ما عادش تجروا بينا حرام عليك، ما عادش تجروا بالناس حرام عليك، خلاص واجدكي. لا وزيدها زايد اخرى اللي وجعتني انا واللي مش خليها فيها عقل، الناس النخب، الناس النخب واللي كنت انا واحد من الناس ونشوف فيهم يعني قدوة لي، ليش سكتين؟ ليش ساكتين؟ هل راضيين باللي سير في بنغازي توا؟ هل راضيين بالاغتيالات اللي سيرات؟ هل راضيين بالموت؟ يا ناس عرب بنغازي سيبوها البلاد، اللي ما شرى شيء لم تبشى وسيبها بنغازي. قال لك انا لا سيبتها ايام انصار الشريعه، لا سيبتها ايام تنظيم الدوله، سيبتها توا على ايام الكرامه. يطلعوا احكوا كلام الحق، اطلعوا احكوا الصادقه. قولوا ان راهو شيء هذا غلط، وان هذوما راهم عصابات ميليشيات ما تطلعش تدعمهم ليا. يا سيدي ما تبيش تقول كلام هذا وخايف يحطوك في شيء حبس ولا يديروا لك شيء حاجه، وانت عارفهم هم كيف يتعاملوا، عارف المنظومه الاستبداد السابقه كيف ردت بقوه واندفاع. يا سيدي سكر فمك، ما تقعدش تطبل للباطن، سكر فمك يا سيدي. انت اوكي حاس روحك جبان، اسكت، ما تقعدش تقولي لا والله يا ضمه جيش وضمه. حتى كلمة جيش كرهتونا فيها، لا إله إلا الله. حتى كلمة مش عارف هل 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 الإمارات والسعودية بدعمهم للميليشيات هذوما والعصابات هذينا، هل هم بيوصلونا مرحلة بحيث إن نكرهوا كلمة جيش مثلا؟ أوكي زي ما وصلونا هم كرهونا في كلمة ثورة خوفا على كراسيهم ومقعدهم. أنا أحكي لك على السعودية والإمارات دافعين محكمتهم عشان يقنعونا أن رأي ثورتكم غلط يا الليبيين. باي يا سيدي اقتنعنا ثورتنا غلط، أوكي يا الإمارات اقتنعنا ثورتنا غلط. باي هل دعمكم الحفتر شايفيننا أن حفتر هو على حق؟ هل شايفين توا اللي سير في ليبيا واللي سير في برقة من اغتيالات ومن دم ومن جثث مطوحات على حق؟ معناها انتوا اللي طبيعيين ونحن مكاليب مثلا، معناها انتوا اللي كبتكم على ليبيا ونحن مش كبتنا على ليبيا؟ يعني خلاص يا جماعة والله تو ماتش، والله تو ماتش. يعني مش معقولة ان فوق من هذا كله نلقى في ناس يطلعوا ويدافعوا ويدركوا ويبندروا. ليش يا اخي؟ برغم انك انت عارف وعايش في البلاد، عارف من اللي يخشش في الدرامادول، عارف من يبيع في الحشيش، عارف كلهم، عارف المافيا، عارف من اللي يختال، عارف من اللي يختصب، عارف من اللي يقتل، يعني كلنا عارفين انت وعارف من اللي يدير فيه. وفوق من هذا تطبل له وتدربك له وتمجد له. يا جماعه الخير ارجوكم رجاء خاص، والله ما والله ما هذا الجيش اللي نبوه، والله نبوه جيش بس مش هذا اللي نبوه، والله هذا ما هو جيش. يعني انت هل انت بتقنعني ان السياعه هذوما جيش وان اللي يديروا فيه توا جيش؟ وين 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 زيد عليها اخرى طالعين لك هذوما المداخل والعفن هذا والدنيا شايله. يعني كيف؟ هل هكي نحن طلعنا بداية الكرامة؟ هل أنت اللي مقتنع بالكرامة من الأول؟ هل أنت شايف أن الكرامة ماشية صح؟ برغم أنها توا خاشعة السنة الرابعة؟ جاوبني بينك وبين نفسك يا سيدي، ما تجاوبنيش أنا، بينك وبين نفسك، أسأل نفسك هل صح أن الكرامة ماشية في الطريق الصحيح؟ يا ناس والله كلها جري في جري، والله يا ناس القضية أكبر من هكي، والله قضية وطن، والله الدور اللي تسمع به اليوم صار جارك وصار قريبك ولا كذا، الدور وجاي عليك انت، حيظلموك، حيحبسوك، حيقتلوا اخوك، حيغتالوا ابوك، عاد نورمال تلقى امك مطوحينها قدام بتيتك ناسة جثة هامدة تلقاها طايحة وزارتها وساكت، لانك انت اللي سندت الباطل. واي نعم نحن عارفين في الوقت الحالي صوت الباطل على صوت الحق، بس ارجوك رجاء خاص ما تطبلش للباطل وانت عارفه انه باطل. لو انت مالكش عارفه هذه مشكلتك نورمال، لكن انك عارفه انه باطل وانه غير صحيح وتطبل له وتربك له وتمجد له وتبي تقنعني انه هو صح واني انا غلط، لا 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 يا صاحبي. وفي الاخير بكل والله انا الفيديو هذا داير اراه يعني طالع يعني هيك طالع عفويا، يعني والله اللي كتب حاجه يعني كنت متعاطف جدا مع الحادثه اللي صارت في الابيار ومتعاطف مع الحاجات اللي صارت في برقة الأربع سنوات هذين من ظلم ومن فهمتوا. فكالعادة في الأخير بكل إن شاء الله ربي يهدي نفوس وإن شاء الله ربي يحط عقولكم في روسكم منورين صحيتكم والسلام عليكم.